14. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبيب الكريم، مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان المرموم وعلى الهواء بثا مباشر عبر قناة دبي ريسنج ضمن فعاليات هذا المركز، المركز التمهيدي لسن اللقاية، وانطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة لهذا الشوط وهو الشوط الثالث مخصص للقاية الجعادين المحليات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. مباشرة نسير مع مقدمة هذا الشوط اللي في المركز الأول لزيم لهجن العاصفة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثاني، المركز الثاني في هذه اللحظات هملول لسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبد الله، لكن أرى هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد على على المركز الثاني بقيادة المضمر مختار بن أحمد. المركز الثالث، المركز الثالث صوغان لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن سالم المسافري. وفي المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر محمد بن مسفر بالقبع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس هملول لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر خليفة بن سالم بصقعة. المركز السادس براق لسمو الشيخ سعيد بن حمدان برايد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن حزيم. المركز السابع، المركز السابع شاهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر راشد بن سالم بن بخيت. المركز التاسع، ناخذ اللي في المركز التاسع في هذه اللحظات شاهين لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز العاشر مهيض لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ذعيلب الهاجري. هذا أول ندى للمراكز العشر الهوائل، ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط إلى هملول. هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر مختار بن أحمد الذي دائما يختار المراكز المتقدمة والأشواط المتقدمة. ها هو هملول على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني لزيم لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. المركز الثالث برق في المركز الثالث لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر سعيد بن محمد بن حزيم. وفي المركز الرابع، المركز الرابع شاهين لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة المضمر راشد بن سالم بن بخيت. المركز الخامس، المركز الخامس مهيض، ها هو مهيض يا هل الجعدان خلاكم مهيض في مكان كلكم ما ترغبونه، مركم في سرعته وبريض لو تسوقون النظا ما تلحقونه. يا سلام يا مهيض لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر عبد الله بن ذعيلب الهاجري. يا الله يا الهاجري يا بن ذعيلب حرك مهيض يا ابن القصيد، ما عليك إلا تحركه. المركز السادس انشو، وناخذ اللي في المركز السادس شاهين لسمو الشيخ زايد بالمر بن مكتوم المكتوم بقيادة المضمر حمد بن علي العويسي. وفي المركز السابع السهران، في المركز السابع لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن شاهين لسمو الشيخ رايد بن حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر مسري بن سالم بالعرطي الحميري. وفي المركز التاسع مثير لهجن العاصمة بقيادة المضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. وفي المركز العاشر، المركز العاشر شاهين لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم بقيادة المضمر حمد بن خميس الغويص. هذه النتيجة، ونرجع إلى مقدمة هذا الشوط. الألف ومئتين خطفنا منهن ما حسينا بهن، ولزيم على المقدمة. يا سلام ملازم المركز الأول، ها هو لزيم لهجن العاصمة بقيادة المضمر الواثق دائما من هجن العاصمة حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. هملول في المركز الثاني، رد هملول الآن وانتزع المركز الأول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد بقيادة المضمر مختار بن أحمد. ها هو هملول على مقدمة هذا الشوط، بدأ ينفرد، بدأ يتحرك بدون أي أوامر، والعصا لا زالت، والبطان والعصا قوس لزيم في المركز الثاني.
لهجن العاصفة، وفي المركز الثالث سهران. سهران قادم بقوة من البارحة ما رقد، يبقى يقدم عروضة في هذا الصباح الباكر هنا على أرضية ميدان المرموم. يا سلام يا سهران، يغير وينتقل إلى المركز الثاني في هذه اللحظات. يا سلام، هملول لا زال مسيطر على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا سلام على انتاج بدع ثلاب، على انتاج بدع ثلاب، لكن السهران قادم وهملول في المقدمة. ونحن نقترب من المنصة الرئيسية، نقترب من خط النهاية. هملول لا زال مسيطر حتى هذه اللحظات. يا سلام، هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي العامد، يقترب من خط النهاية، يقترب من نهاية هذا السباق. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطي العامد على فوز هملول بالمركز الأول. المركز الثاني السهران لهجن العاصفة، المركز الثالث الجيم لهجن العاصفة، وفي المركز الرابع مدير لهجن العاصفة، وفي المركز الخامس شاهين، في المركز الخامس لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم اللي في المركز الخامس. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول هملول إلى خط النهاية بعدما تجاوز لوحة 4 كيلومتر بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. 6 دقائق 15 ثانية، جزء واحد من الثانية. تهانينا لمعالي الشيخ محمد بن بطيها الحامد، تهانينا للمضمر مختار بن أحمد. المركز الثاني سهران، 6 دقائق 15 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، والذي وصل في المركز الثالث لزيم، في المركز الثالث 6 دقائق 18 ثانية، 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للمضمر حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. ينطلق الشوط الرابع، والشوط الرابع مخصص للقاية المهجنات الأصايل.